مشاورس، اولا هو شرف ليا ان اجري مع حضرتك هذا الحوار. الشرف ليا انا. هذا هو حضرتك مشاركتك النهارده في المؤتمر. لا، ان الموضوع ده يهمنا كلنا، وكل لازم كلنا نشوف وجهات النظر ايه اللي هي على الموضوع ده، لان ده موضوع يخص مصر كلها، ما هوش موضوع حزبي. يعني قلت حضرتك النهارده الامر المطروح على الساحه بقوه هو قانون الانتخابات. راي حضرتك القانون؟ لا، انا رايي القانون كويس، بس مساله التصحيح التحسين دي محتاجه اعاده نظر. يعني ما ينفعش، والا يعني كان يعني لازم يبقى، لو انت متاكد من الاختيار ومن القرار ان كل حاجه مشيت كويسه، تزعل ليه من الطعن؟ حتى ولو انت بالمبدا يقول لك ده عطلونا، ممكن يبقى في حلين، ممكن يبقى في لجنه تانية قضائيه هي اللي تختص بالطعن وتبت فيه بسرعه. ممكن ايضا ان قرار البت في يعني في ان يعني افترضنا ان انتخابنا الرئيس ان يظل في مكانه الى حين البت في هذا الطعن، مع ان الطعن ما وقفش اي نتيجه الان ان يبت في هذا الطعن. لو قلنا ان بكره في اجتماع معالي الدكتور عادل منصور مع مرسال حسين، هل الاستاذ نجيب ساويرس مشارك؟ لا لا، لم ادعو اليه. لو قلنا بقى مع الشق العربي والتطورات الخليجيه، راي حضرتك في اعاده ترسيم المنطقه الخليجيه؟ لا، انا رايي ان القرار اللي خدوه دول الخليج الثلاثه، الامارات والسعوديه والبحرين، قرار تاريخي، وبعت رساله واضحه ان مش هنسمح لدوله واحده انها تلعب بمخدرات الامه دي كلها وتلخبط لنا الدنيا بالمنظر ده. يعني رؤيتك للمستقبل الاقتصادي المصري؟ انا متفائل جدا بصراحه، يعني على عكس كل الناس. يعني شكرا.